السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية تسمين الأغنام من الألف للياء. ده فيديو الإجابة بتاعنا إن شاء الله على الأسئلة اللي جات على البث المباشر، ولو الوقت خلصت بسرعة هندخل على آخر فيديو أسئلة كنا طرحينه من حوالي أسبوع. أول سؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النخالة الحرشة والنخالة الناعمة، النخالة الخشنة والنخالة الناعمة، كم نسبة البروتين؟ نسبة البروتين في النخالة الخشنة 15% والنخالة الناعمة 12% تقريبا. وعن ماذا تنتج عن القمح الليان؟ القمح الليان تسألني التاني أكتر من مرة عن القمح الليان والقمح الصلب. للأسف أنا ما عندناش قمح الليان والقمح الصلب في مصر هنا، كله قمح. القمح اللي بينتج منه الدقيق بتاع العيش بتاع الخبز، هو ده القمح اللي عندنا اللي بتكلم عليه كله، القمح اللي بيطحن وبيخرج منه الطحين اللي هو الدقيق وبيتعمل منه الخبز، ده هو القمح اللي عندنا. لين صلب ما اعرفش والله اذا كان عندكم في اختلافات، انا مش عارف والله، بس عموما حتى لو في اختلافات اختلافات طفيفه ما تعقدش العمليه. احنا قلنا مليون مره احنا مش نظره مجهريه، احنا بنقول نظره تقريبيه، حساب تقريبي. انت عاوز تخش في حساب دقيق، روح على طول على اقرب معمل ليك وخد الخامة اللي متوفرة عندك سواء قمح لين قمح صلب، وروح حللها في المعمل. طالما انت عاوز حساب دقيق روح حلل في المعمل، خد العينة وروح حللها في المعمل، هتعرف انت نسبة البروتين كام. لكن احنا بنقوله ده كله نسب تقريبية. القمح اللي عندنا في مصر يختلف من منطقة لمنطقة ومن ارض الارض، يعني ممكن قمح تحسب نسبة البروتين فيه مزروع عندنا في مصر، نسبة البروتين فيه تحلله في المعمل يطلع مثلا 10%، وتروح تحلل تاني يطلع 13%، يطلع 12%، يطلع 11%، بيختلف على حسب الارض، الفلاح مهتم بالارض ولا مش مهتم، الزرعة واخدت حقها ولا ما اخدتش حقها، كل دي عوامل بتأثر في نسبة البروتين. ونحن بنقوله نسبة تقريبية، نسبة تقريبية بنعتبره القمح 12%، النخالة الخشنة 15% والنخالة الناعمة 12%. طبعا بتقول لي الجزائر محلات العلف متوفره بسعر رخيص مغرد بالعفره، ما هي دايما النخاله بتكون سعرها رخيص رغم فايدتها ممتازه، عشان كده ما فيش علف بيخلو من النخاله لان فايدتها ممتازه قصاد سعرها، بس عندنا في بعض الاوقات في مصر بتغلى سعرها بيزيد جامد. طبعا سؤالك متكرر مرتين، هل مشروع المعز البور احسن ولا مشروع الخلفان الرحماني؟ مشروع المعز البور، ادخل على القناه اتفرج على فيديو مقلب المعز البور هتعرف تشتغل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو البروتين الخام وهو البروتين المهضوم؟ يا اخ سعود تقريبا انت اللي سأل السؤال اللي بدري. صح، قلت لك ما تدخلش نظرة مجهرية، احنا مش في دراسة اكاديمية في الجامعة او في الكلية، لا احنا بنقوله نظرة للفلاح، بنعلمك معلومات للفلاح البسيط يستفيد منها، يعرف بدون ما يودي معامل، بدون ما يروح يفحص الخامات بتاعته او العلف بتاعه يديله نسبة تقريبية. ووريتك وعملت في اكتر من فيديو ازاي تعرف العلف بتاعك بعد ما كونته من غير ما تعرف نسبة البروتين بتاعته، بعد ما كونت العلف ازاي تعرف علفك كويس ولا لا، برضك ده عامل له فيديوهات على القناة عشان تعرف الفيديو بتاعك من الواقع العملي بتاعك، تجربه على الغنم ازاي تعرف ان العلف فعلا مظبوط ولا مش مظبوط. فما فيش داعي للتدقيق، ولكن عموما هديك معلومه سريعه، فرق بين البروتين الخام والبروتين المهضوم. مش كل البروتين الموجود الخام في الماده مش كله بيتهضم. مش كل البروتين الخام الموجود، هنضرب لك مثال على النخاله الناعمه والنخاله الخشنه، النخاله الخشنه فيها 15% بروتين، تقريبا 12 او 13% منهم بس بروتين مهضوم والباقي بروتين غير مهضوم. بعكس النخاله الناعمه فيها 12% بروتين خام وتقريبا هو 12% بروتين مهضوم. البروتين كله عباره عن بروتين مهضوم. دي هوري اضرب لك مثال، ولكن عموما جميع شركات الاعلاف بتستخدم البروتين الخام، ما بيستخدموش مصطلح البروتين المهضوم. ما بيستخدموش مصطلح البروتين المهضوم، بيستخدموا مصطلح البروتين الخام. فانت اشتغل على البروتين الخام مش البروتين المهضوم. بس انا وضحت لك الفكره بين البروتين الخام والبروتين المهضوم. تعرضت في احد القنوات احد المسؤولين في يتحدث عن تغذيه التسمين وقال ان الحيوان ياكل 3% من وزنه ماده جافه، 50% منها اعلاف مركزه و50% منها ماده ملئه، ما صح هذا الكلام؟ لا، كلام غلط في حاله
التسمين السريع. في حالة تسمين سريع عاوز أعلى معدل تحويل 3% كلها علف مركز. 3% كلها علف مركز في حالة تسمين سريع. أما والله أنت مش فارق معاك، ففي الحالة دي 3% 50% علف مركزة و 50% مادة ملقى مفيش مشكلة. ولكن لا، الكلام ده غلط. في حالة التسمين السريع عاوز تسمين سريع أعلى معدل تحويل، يبقى 3% كلها علف مركز والمادة الملقى بعد العلف المركز لحد الشبع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت جرب بيو فاكتور بتاع الدكتور محمد فتحي سالم. يا جماعة، ناس اتصلت عليا كتير بسبب البيو فاكتور اللي هو على الدكتور محمد فتحي سالم الصراحة، وسمعت كلام ما أنزل الله به من سلطان. معلش، إذا كان اللي بيتكلم مجنون فاللي بيستمع عاقل. كلام كله كذب في كذب، كلام كله كذب في كذب. أنا ما تعاملتش مع الدكتور محمد فتحي سالم عشان بدون ذكر اسمه، بس أنت ذكر الاسم، مفيش أي تعامل بيني وبينه. بس أنا بتكلم على الناس اللي وصلت الكلام، وأنت طبعا من ضمن اللي كاتب الكلام. بيقول عن تجربة أن الخروف يصل معدل تحويله 650 جرام وأكتر، وبعلف أقل، وبعلف أقل. أحب أقول لك مفيش خروف بيزيد 650 جرام في مصر نهائي. كذاب اللي يقول لك خروف بيزيد 650 جرام في اليوم، كذاب كذاب كذاب. دي رقم واحد. رقم اتنين، أنا على فكرة هعمل فيديو مخصوص عشان جاتني كلام تاني كتير، جاني كلام كتير عن البيو فاكتور والكلام ده كله. وفي مادة تانية تقريبا بيحطها بتزرع بيها، فجاني كلام كله غلط في غلط وكله كذب في كذب. فانا هوضح لك على الكلام اللي وصلني، الكلام اللي وصلني ان شاء الله هنعمل فيديو عنه مخصوص عشان نبين الكذب وتعرف ايه هو الصح عشان ما نضحكش عليك. كيف نتواصل معك؟ والله التواصل من خلال القناة، لان الواتس مشاكله ياما وكلام ياما. يعني انا بكلمك وفي اتصالات عمالة تتصل حاليا من الواتس، ف قدر المستطاع هنخلي كل تواصلنا على القناة. في أوقات ممكن نعمل فيها بس مباشر للي حابب يتواصل معانا مباشر، ننزل إعلان بيها إن شاء الله. وفي أوقات حط سؤالك زي كده ونتكلم معك. عاوز تتواصل معايا في عاوز رقم الموبايل، دور في التعليقات هتلاقي مليون تعليق أنا كاتب فيه الرقم بتاعي، الرقم الخاص. الأزولة في التغذية زي نظام البيو فاكتور، الأزولة في التغذية ما جربتهاش، وطالما ما جربتهاش ما أقدرش أدي لك عنها أي معلومة. ولكن ما تسمعش للناس اللي بتروج للأزولة. يعني ده زي ما كنت ماشي أحسن من البث المباشر. ماشي، حاضر، ادينا ماشيين اهوت بالطريقة هي إن شاء الله. ماشيين على الاثنين، بث مباشر وفيديو إجابة. العمر المناسب للشردان للحمل، اذا كنت تقصد شردان يعني تقصد النعاج يعني او الماعز. بالنسبه للنعاج العمر المفروض ما تقلش عن 10 شهور. هي بتعشر قبل 10 شهور، ممكن تحمل قبل 10 شهور طبعا، بس احنا بنقوله العمر المناسب 10 شهور على الاقل للماعز والاغنام. هل بتحمل قبل 10 شهور؟ بتحمل قبل 10 شهور، في فعلا بتحمل قبل 10، بس احنا بنتكلم انت كتبت العمر المناسب. العمر المناسب 10 شهور تقريبا. اما اذا كان نموها كويس يعني ومظبوطه وطلعت عمر 8 شهور كويسه وجسمها كويس ومعدل تحويلها كويس، عادي جدا تدخل تحمل عمر 8 شهور. يعني متوسط العمر من 8 ل 10. يبقى عندي رقم الواتس، رقم الواتس مكتوب في اكتر من مليون تعليق. كيفية الشراء، أرجو رقم لص المعرفة كيفية الشراء. للأسف أنا حاليا ما عنديش أي غنم، حاليا ما عنديش أي غنم. أول ما يكون عندي أي غنم إن شاء الله هتنزل على القناة، تابع القناة وإن شاء الله توصلك أي حاجة عندي، هتبقى أول بأول على القناة. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفضل مادة نشوية الذرة الصفراء، الشعير، الغلة. المهم الأفضل مش السعر، طالما عاوز الأفضل مش السعر، الغلة، يبقى الغلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاوز رقمك الخاص. والله يا جماعة الأسئلة هنا كترت على الرقم الخاص، هنحاول نكتبه إن شاء الله بعد ما نخلص. كم تحتاج الأغنام علف، كمية علف في اليوم من أجل المحافظة على وزنها في الأشهر التي ينقص فيها الرعي بشكل كبير مثل الأشهر التي مضت؟ 1.5% هيحافظ إن شاء الله على وزن الغنم إذا كانت مش سمينة، أما إذا كانت سمينة لا، على الأقل 2%. أما إذا كانت غنم معتمدة على الرعي ممكن تديها 1.5% يحافظ إن شاء الله على وزنها، 1.5% من وزنها. ربنا يبارك لك، الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أعلى معدل تحويل هو 5 أشهر الأولى حتى وزن 50 كيلو، يلزم رفع البروتين؟ حتى وزن 50 كيلو يلزم رفع البروتين وتغذية بأعلى نسبة لاستغلال معدل التحويل في بداية العمر، لكن لو كنت أريد تأخير البيع حتى العمر سنة ماذا أفعل؟ هل تأسيس الجيد العمر 15 ثم الانتقال إلى تركيز على الرعي ثم قبل البيع 2 شهر في العلاقة المركزة، أو من البداية بعرف على المرعى 10 شهور وقبل البيع بشهرين بسمن؟ لا، ممكن تعتمد على المرعى كامل، ولكن هنا على حسب خصوبة المرعى عندك. المرعى كويس، المرعى تمام مفيش منه، المرعى يعني الخضرة فيه متوفرة، الغنم بتروح شبعانة رويانة كويسة مظبوطة، مفيش مشكلة، ممكن تستكفي حتى ممكن 1% بعد المرعى، 1% يعني الخروف 25 كيلو تديله ربع كيلو علف بعد ما يخلص المرعى خلال 10 شهور. هو كده كده معدل تحويل في تحويل اللحم، ولكن العظم الخشب لو هو شبعان لبن متأسس هيكبر معاك خشب. الخروف أعلى معدل تحويل من ناحية تحويل اللحم في اللي هي يعتبر أول 6 أو 7 شهور، كان مش 5 شهور، أول 7 شهور 8 شهور، أول 8 شهور بالأخص يعتبر كلهم فترة تحويله بتعتبر كويسة. أعلاها طبعا وهو صغير، وكله بيكبر بتقل، بس لحد 8 شهور مقبولة. فهو بيكبر لو هو شبعان لبن ومتأسس بيكبر معاك خشب شاسي هيكل فقط لغير. أما اللحم فأنت ما فيش علف ما فيش هيبقى لحم، فأنت المطلوب منك لو أنت عاوز تعمل دورة سنة يبقى تكبر الخروف حجم، يعني عاوز العظم بتاعه يكبر، يعني طالما بيرعى كويس ما فيش أي علف ما فيش أي مشكلة. ما ينفعش أنت تعلفه 5 شهور يسمن معاك وبعد كده تخسسه تاني 5 شهور، لا طبعا، وبعد كده تعلفه شهرين تاني، لا هتلاقي المشروع خسران. ما ينفعش تعلف 5 شهور وبعد كده تخسسه 5 شهور، طبيعي اول ما تقطع العلف ويرجع للمرعى لازم يخس، وبعد كده ترجع تعلفه تاني شهرين قبل البيع، لا هيبقى خساره، علفك راح في الزباله راح في الخساره. فهو تستمر 7 شهور 8 شهور مراعي مع وجبة علف خفيفة آخر النهار، وليكن قلنا ربع كيلو اللي هو 1%، قصده وليكن 1% عن الخروف 25 كيلو، يأكل ربع كيلو آخر النهار، تستمر عليها 7 شهور 8 شهور، وبعد كده قبل البيع ب3-4 شهور تبدأ تدخل 3%، هيحول معاك بسرعة وزنه يكبر يتقل بسرعة. ما هي الطريقة الصحيحة لمقاومة الديدان المعوية والكبدية في المعزة العشار الشهر الثالث؟ في حاجة اسمها ديكتوماكس كويس للديدان المعوية ويعتبر آمن على العشار، ديكتوماكس، ولكن لا يستخدم في الديدان الكبدية، ما بيأثرش على الديدان الكبدية. فبالنسبة للديدان الكبدية لازم تاخد فشوليت أو فشولار للديدان الكبدية، دي الديدان المعوية قلت لك والديدان الكبدية. ولكن الأول أنت بتكلم معز عشار في الشهر الثالث، المعز العشار عموما بحاول قدر المستطاع أجتنب أي أدوية إلا للضرورة فقط لا غير. لو أني أنا أتأكدت أن في ديدان معوية بلاقيها نزلة في الفضلات بتاعة المعزة، كده أتأكدت أن المعزة فيها ديدان معوية، يبقى الأفضل أن أنت تديها شربة، تديها شربة ليفا فلوك، ليفا فلوك دي ممتازة للديدان المعوية والكبدية والرئوية، ممتازة وعن تجربة يعني. أو لو اتأكدت ان في ديدان كبدية، متأكد ان في ديدان كبدية، هنا بتحقن الفشوليت أو الفشولار وقد يأثر على العشر
ولكن هنا ضروري انت تستخدمه طالما انت متاكد ان عندها ديدان كبديه. ومعرفه ان انت تعرف بها ديدان كبديه عن طريق جفن العين. بتفتح جفن العين بتشوف الشرايين في الجفن والشرايين في العين. اذا كانت الشرايين لونها ازرق يعني مش حمراء ولا وردي، لا لون غامق يميل للزرقه، ده تعتبر عندها ديدان كبديه. معنى كده ان الكبد حصل له فشل، ما بيقومش بالوظيفه بتاعته اللي هي تصفيه السموم من الدم، فبالتالي الدم يصبح لونه غامق يميل للزرقه، فبالتالي لازم تاخد فاشوليت، والا لو صبرت على ما تولد بعد شهرين الكبد هيتدمر وهتموت هي واللي في بطنها. فمقاومه الديدان المعويه والكبديه ديدان معويه بس تقدر تقضي عليها بالشربه، كبديه بس بالفاشوليت. عاوز الاثنين مع بعض في دواء واحد الايفرماكتين السوبر، مفيش اي مشكله، اللي هو الايفوماك السوبر. ممكن احنا ايفوماك لمعيز عمر 20 يوم مكافحة البراغيث؟ لا طبعا 20 يوم ما ياخدش ايفوماك، ولا شهرين ياخد ايفوماك. يعني شهرين ده لو حبيت تديله حاجه تديله شربه للديدان، اما عاوز تكافح البراغيث عليكوا على الرش. لو سمعت كنت بشتري نعجة نعناع ولاحظت تحت بطنها حاجة زي الشمع اللي موجود في الأذن، ممكن حضرتك تقول ده مرض ولا إيه؟ لا ده مش مرض، ده ممكن من العرق بس بتعرق. تاني حاجة كنت عاوز من حضرتك تعرفنا إزاي أتعامل مع البائع بالأسواق، مثلا إزاي أعرف إن السعر اللي بيطلبه مظبوط مش عالي؟ لازم تلف في السوق مرة واتنين وتلاتة وعشرة، مش من أول واحد تقف عليه تشتري، وتقف تسمع الناس وهي بتشتري. تسمع الناس وهي بتشتري وتشوف، ما تخليك من الكلام اللي بيتقال، ممكن الكلام يكون بيتعمل فيلم قدامك. شوف اللي اشترى ودفع الفلوس، اسأل الناس اللي اشترى، شوف الحاجة اللي اشتروها. في ناس كتيرة بتبقى شادة الغنم بتاعتها وماشية بيها، راجل اشترى ومروح مش تاجر، اشترى ومروح، اسأله بالله عليك اشتريت بكام؟ كام اخدتها؟ والله يقول لك اشتريت بكذا. اسأل واحد واثنين وثلاثة وعشرة، السوق الناس كلها بتبيع وبتشتري لغاية ما تعرف السعر الحاجة، اتقارن بالحاجة اللي انت رايح تشتريها. انت رايح تشتري خروف، شوف خروف قريب للخروف اللي انت عاوز تشتريه، واحد يكون شاريه ومروح بيه، اسأله خد اشتريته بكام، هتعرف تقارن عليه الاسعار السوق المظبوط. لو محتاج ربعية لبنية شامية او برقي وزن لا يقل عن 45-50 جرام عشان 10 ممكن اعرف نجيبها منين وبكام؟ بالنسبة لو ربعية ماعز تقصد شامي او برقي، ماشي والله سواء اسكندريه كلها يعتبر معيز برقي، سواء اسكندريه وسواء مطروح كلها اغلبها ماعز برقي، بس تنقي المعزه ما شاء الله حجمها كويس. اما عاوز معيز برقي احجام ممتازه عليك وعلى مطروح، نسيبك من اسكندريه عليك وعلى مطروح نفسها. عاوزين حلقه عن انواع المعز الجديان وصفات كل نوع ومميزاته ان شاء الله باذن الله. اكتر نوع تبني حضرتك رشاه الاغنام او افضل ماده ملء الاغنام تكون متوفره في اسكندريه؟ انا بستخدم الدريس الحجازي اللي هو بتاع البرج، دريس الحجازي بتاع البرج موجود في منطقه اسمها البصره، طالما انت في اسكندريه يبقى تعرف في البنجر منطقه اسمها البصره متوفر فيها الدريس الحجازي. الدريس الحجازي سعره رخيص ويعتبر فيه نسبه بروتين ممتازه، فبعتبره ماده ملقه وفيه الياف كويسه، ماده ملقه وفي نفس الوقت في نسبه بروتين يعني بيوفر في الغذاء معاك. يعتبر سعر حاليا طبعا في الشتاء مفيش، ولكن المفروض كنت تشتريه من شهرين لو عاوز تخزن، مثلا في اخر شهر 6 في قصدي في اخر شهر 9 كده، ممكن في 9 في اخر 9 لو عاوز تخزن لك شويه عشان تعدي منهم الشتاء، بيكون سعره رخيص على ارضه، بتاخده ب 1800-1900 وتنقي جوده كويسه. من الدكان بتاخده ب 2000-2100-2200 الطن، فيعتبر بسعر التبن وارخص من سعر التبن، زائد ما فيش وجه مقارنه بين التبن وده، طبعا هو احسن التبن مليون مره. هل البرسيم، الله اكبر، جاوب السؤالين دول بسرعه عشان اخر سؤالين قبل المغرب. هل البرسيم المروي بالسماد الحيوي نوفا بلس، ده نفس موضوع اللي ذكرناه من شويه، يغني عن العلفه طول اليوم ام يحتاج الى اضافه علفه في الصباح او المساء؟ انتظر مني اجابه ان شاء الله عن نوفا بلس والبيو فاكتور اللي هو بتاع الدكتور محمد، دكتور
دكتور ايه؟ دكتور محمد فتحي، ما هو نفس السؤال ده، بيو فاكتور والنوفا بلس، عشان انا ناس كتير اتصلت عليا وكلام كله كدب في كدب. انتظر مني حلقة ان شاء الله عنه بالتفصيل. الكلام ده عن موضوع انواع الاغنام. الحمد لله يا باشمهندس انك فتحت الموضوع في الفيديو اللي فات. انا الصراحة مش بقتنع ان في مصر انواع اغنام غير الرحماني او البرديسي، الباقي يعني كله عك، وانا بسميهم مثلا الغنم البلدي او الغنم المصري او المصري، الغنم المصري. بمعنى انا عارف ان كلامي مش هيعجبك، مفيش اي مشكلة، الرأي والرأي الاخر الحمد لله على القناة موجود، انا عندي مفيش اي مشكلة، بس النوع عشان نقول عليه نوع لازم يتفق في بعض الصفات، مثلا الشكل اللوني، يعني لو جبنا واحد اعمى يقدر يفرق في مصر، لكن تاجر يقول ده وسيمي، ممكن يقول بلدي، يقول لي بلدي. والله سيبك من التاجر يقول اللي يقول، التاجر يجيب لك خروف برقي ويقول لك عليه بلدي، يجيب لك خروف رحماني ويقول لك عليه اسيمي، يقول اللي يقوله. 99% من التجار في السوق كدابين وحراميه. انت المهم تنزل السوق تبقى فاهم وعارف. انت مش هتمشي على كلام تاجر. عمري ما ذكرت في اي فيديو انك تبيع لتاجر او تسمع كلام تاجر، لا، الا من رحم ربي، لازم تكون واحد تثق فيه. فما تسمعش تقول لي معروفه، التاجر مش هيقول لك انت جاي هشوفك عاوز ايه، انت عاوز اسيمي وهو معاه واحد بلدي، هقول لك ده اسيمي ويحلف لك 100 يمين ان ده اسيمي، طالما عارف ان انت عاوز اسيمي. تقول له لا والله ده انا عاوز بلدي، طب والله ده بلدي، يقول لك ده بلدي. فمعروفه التاجر عاوز يبيع لك الا من رحم ربي يعني. لا، في فرق قاطع طبعا، لو انت عندك خبره هتعرف تميز. خليك من اللي هو اللي انت عاوز المواصفات اللي هي الاعمى يعرفها، زي الغنم السردي، زي الغنم النجدي، زي الغنم الحري في السعوديه. لا، ديت مواصفات موحده، زي الغنم العساف عندنا في مصر اللي هي داخله جديد، دي تعتبر يعني كله لون موحد، شكل موحد، ما فيش اي طفره مختلفه. لكن لا، انواعنا اللي هنا طبعا في خليط ياما، في عجانه ياما، في برقي على بلدي ما تعرفش تميزه، ده بلدي ولا مهلب، بيتقال عليه مهلب هلبي. فاحنا على العموم في انواع، في خلاطه وعجانه كتير في السوق في مصر عندنا، ومفيش علامات مميزه اكتر من ان في النوع فعلا اللي هو البرديسي اللي هو ودانه زي ودن القطه، والرحماني اللي هو كله احمر، دول واضحين معروفين، وكذلك البرقي خروف واضح مفيش فيه اي اختلاف، يعني زي ما بردك الاعمى يعرفوا البرقي، ولكن الاسيمي والبلدي هم اكتر خروفين فعلا متقاربين من بعض. والخروف البرقي لما بيتهجن مع البلدي بيدي خروف مهجن، ما تعرفوش بلدي من اسيمي، بيدي تشكيله بتكون قريبه من تلاتيته في وسطهم، الهلبي والبرقي، الهلبي والبلدي والاسيمي يتوهوا في بعض، فعلا مواصفاتهم قريبه من بعض. وده اقرب لهلبي زي نوع الحر، ماشي النعيمي، الغنم في المغرب، نوع السرد ماشي تمام، التوامية العالية ممكن توصل لخمسة، أو زي نوع بني كيل تمام. والله أنا معاك مفيش مشكلة، بس هي كل بلد والأنواع اللي ماشية فيها. ما يعني احنا دلوقتي احنا قلنا العساف توأميته ممتازة، الخروف العساف توأميته ممتازة، وإنتاجيته من اللبن ممتازة، وسعره غالي حاليا برضك، مقتصر على الغية، تنزل بالسوق مش هتعرف تبيعه خالص. هتبيعه ارخص، هتبيع نعجه ما لا تقل عن 80 كيلو. قدامي حصلت، واحد نزل باربع نعجه عساف في السوق، في سوق بهيج في البرج، والله الخمس نعجات ما جابولوش 2500 الواحده، والنعجه كانت ما لا تقل عن 90 كيلو، النعجه لا تقل عن 90 كيلو، خدوا اكبر نعجه ما لا تقل عن 90 كيلو، وسنها صغير، عندها سنتين تقريبا فقط، كسر اربعه، ولحم تبارك الله نفرين بيشيلوها بالعافيه، انباعت والله قدامي ب 2700 جنيه. لو كانت نعجه برقيه كانت انباعت ب 3500 مستريحه، لو كانت نعجه برقيه بالحجم ده كانت انباعت ب 3500، عشان هي نعجه، ونعجه مش هنقوله خروف من غير نقول هي نعجه، بس شكلها غريب مش معروفه في السوق، انباعت ب 2700 جنيه، فيها ما لا يقل عن 90 كيلو. عموما يعني فانا بقول لك دي كل بلد وبتبقى معتزه بالصفات بتاعتها في الغنم بتاعتها وتفضلها بغض النظر عن كل واحد والبلد بتاعته اللي ماشي فيها. انا كل واحد هيعمل السلالة المتوفرة عنده عشان يعرف يبيع.
انا ممكن نروح نجيب غنم من السعوديه، نجيب غنم من المغرب ونربيه ما ليش بيع لي. طبعا لا بغض النظر ما نتكلمش عن السردي، السردي لو جه هنا هيتباع بيعه ممتازه، لانه يعتبر خروف برئي. الخروف السردي يعتبر خروف برئي فيما عدا توأميته العالية وحجمه أكبر من الخروف البرئي. بغض النظر طبعا عشان ما نطولوش في الفيديو بتاعنا، دي كده يعتبر كفاية كده النهاردة في الإجابة، وإن شاء الله هنعمل فيديو تاني للإجابة اللي هي على الفيديو القديم اللي هو فيديو الأسئلة السابق. اللي عنده أي سؤال يتفضل يكتبه إن شاء الله في فيديو تحت فيديو الإجابة ده، إن شاء الله هيتم الرد عليه إن شاء الله في فيديو آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.